رمضان رمضان. أروع تحلية ممكن تجربوها وأيضا ممكن أنكم تذوقوها هي هذه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم شهوات أم إناس. جيت لكم اليوم بواحد التحلية اللي غزالة كما كتشوفوا، كريمية زوينة بزاف، سهلة ما فيهاش هز حط دير، هذا صراحة سهلة بزاف ونتمنى تعجبكم، وأنا أكيدة أنها تعجبكم. البنات ضروري ما تجربوها في هذا رمضان وفرحوا بها وليداتكم وأحبابكم ضيوفكم. ما تنساوش دائما لأول مرة يشوف لاشين ديالي يدير لي أبوني سبسكرايب ويفعل الجرس باش دائما يوصلوه إشعارات الفيديوهات ديالي. انتقلوا دابا للمقادير وأيضا الطريقة. بسم الله على بركة الله. أول حاجة في المقادير عندي نصف لتر من الحليب كامل الدسم، وعندي ملعقتين كبيرتين من النشا، وأيضا عندي 3 ملاعق أو 4 ملاعق ديال سكر سنيدة، سكر حبيبات، وساشي بنكهة الفانيلا. بالنسبة للسكر البنات ممكن تضيفوا وممكن تنقصوا. غادي نديروا هاد المكونات كاملين في كسرونة وغادي نخلطوهم مزيان. المكونات كما ذكرت لكم النشا والسكر وسكر فانيلا، غادي نحركوهم مزيان في هاد الكسرونة حتى ينسجموا لينا مزيان، عاد نحطوهم فوق البوطة على نار متوسطة، ماشي مرتفعة وماشي مهيلة. غادي نبقاو نحركو فيها البنات مزيان مزيان، ما غاديش نتوقفوا على التحراك حتى تعقد لينا وتولي لينا بهذا الشكل. من بعد كنطفيو على البوطه ونحيدوه من الكاسرونه، وهذا الخليط كنديروه في امبول وكنخليوه حتى كيدفى لينا ولا يبرد. كيف ما لاحظتوا معايا البنات انا غادي نخويه هنايا في هذا البول وغادي نغطيه بواحد البابي سولوفان وغادي نخليه حتى يبرد ليا او اللي يدفى كما سبق لي وذكرت معكم. ها هو البنات بعد ما دفى غادي نحلو معكم، غتشوفوا انه جامد غير شويه يعني ماشي بزاف، ومن بعد غادي نزيد عليه هذا الكريم شونتيي. بودرة الشونتيي غادي نديرو فقط ملعقتين، ملعقتين كافية انهم غيعطيونا واحد المذاق وواحد القوام غزال بزاف. البنات حنا دائما كناخدو الشونتيي كنطلعوها مع الحليب، يعني عندنا لها واحد الاستعمال هكا محدود، ولكن هاد التحلية التركية خطيرة زوينة في المذاق. هنايا كنحاول انني نخلطو مزيان باش منين نجي نطربو ما يطيش عليا هذاك الشونتيي. البنات ماشي ضروري يطرب الكهرباء حيث هو سهل الصراحة، ولكن ممكن اديروه في الخلاط الكهربائي مولينكس وتطربوه مزيان. حنا ما بغيناش يطلع، المهم بغينا ينسجم لينا وغادي يطلع، ماشي كيما مالفين كنطلعوا دائما. غتشوفوا القوام يعني نفس القوام اللي غتعطينا المولينكس ولا الخلاط الكهربائي. هنايا البنات هذا هو القوام ديالو، كنحاول انني نحركو وغادي نحطو في الكيسان ولا الزليف ديالنا ولا اي حاجه نتوما بغيتو تقدموه فيها. كما شفتوا معايا دابا غادي ندير الكؤوس ديالي ومن بعد غادي نغطيهم البنات ونحطهم في الثلاجه حتى يبردوا لينا. ما كياخذوش الوقت بزاف، ولكن باش ما حطيناهم قبل باش ناخذوهم مورا الفطور ولا في السحور ديالنا، صراحه غزالين بزاف، غيتمتعوا بهم الاطفال ديالكم وغتعجبهم بزاف بزاف. هذه مهلبيه ولكن بالطريقه التركيه. اي واحد غادي يشوف لا فيديو غيقول لك مهلبيه، ولكن هذاك الكريم شونتيي كتزيد عليها واحد المذاق رائع روعه. ندخلهم للثلاجه ونطلقوا في طبق التقديم. ها هما البنات بعد ما خرجتهم من الثلاجه كتشوفوا القوام ديالهم على هذا الشكل. انا باش غادي نزينهم هنايا خديت شويه اللوز ها هو وقطعته على هذا الشكل، ايضا خديت شويه ديال الشريحه قطعتها حتى هي طريفات، وعندي شويه الزبيب. كما دائما كنقول لكم تقدروا تخليهم بحال هكذا وتقدروا ديروا لهم اي حاجه، الشوكولا فيغميسال، الكاكاو من الفوق، يعني اي حاجه متوفره عندكم في الدار. والا ما كانش البنات ما ديروا والو. صراحه انا درت هكا مزيان، شويه تاع اللوز شويه الشريحه شويه ديال
شويه ديال العنب المجفف، معروف ان هاد لي فخوي ساك هما مقويات، وايضا كنحتاجوهم بزاف في الصيام ديالنا، يعني كنحاولوا اننا ناكلوهم باش نزيدو نوقفو ونكملوا النهار ديالنا بخير وعلى خير. كان هذا هو التقديم ديالي البنات، غادي نوريكم كي كيجيو في الاخر، واخا وريتهم لكم في الاول ولكن الصراحه روعه 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 بمعنى الكلمه. انا اكيده ان اللي غتجربوها فيكم البنات غادي تكتب لي تعليق وتشكرني على هاد التحليه التركيه الرائعه بامتياز. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم كما سبق لي وقلت لكم البنات، ما تنساوش لي اول مره يشوف لاشين ديالي يدير ليا ابوني اشتراك سبسكرايب ويفعل الجرس باش دائما يوصلوا جديد الفيديوهات ديالي. والبنات اللي عندي ما تنساوش انكم تضغطوا على جيم وتكتبوا لي التعاليق ديالكم الزوينه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، فيديو خفيف ظريف ولكن تحليه صراحه زوينه بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما بقى لي الا نقول لكم خليتكم في رعايه الله خليتكم في رعايه الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ولا شهيوه من شهيوات ام اناس. بالسلامه عليكم.